مرحبا، هل سبق لك أن قلت جملة أنقذتك من موقف سيء للغاية؟ الأكيد هو أن موقفك لن يكون أسوأ من الذي تعرض له هذا السائح. خلال رحلته في الأدغال، وقع سائح في أيدي قبيلة من المتوحشين. تقدم زعيم القبيلة نحو صاحبنا وقال له: قل ما شئت، إذا كان قولك خاطئاً فستكون أنت عشاءنا الليلة، أما إذا كان قولك صحيحاً فستكون أنت عشاءنا ليلة الغد. نطق السائح جملة واحدة. اضطر بعدها زعيم القبيلة لإطلاق سراحه. إذا علمت بأن الزعيم هو شخص منطقي للغاية، السؤال هو: ما هي الجملة السحرية التي أنقذت حياة السائح؟ إذا كان لديك حل، اترك تعليقك على هذا الفيديو. في الحلقة القادمة سنكتشف معا حل اللغز، بالإضافة إلى لغز مجنون آخر. أما الآن سنكتشف حل لغز الحلقة الماضية. هذا المجموع اللامنتهي هو مجرد كتابة ولا وجود له فعليا كعدد حقيقي. في الرياضيات يدعى هذا المجموع بمتسلسلة غراندي، نسبة إلى الفيلسوف والرياضي الإيطالي غيدو غراندي الذي درس المتسلسلة في عام 1703. إذا افترضنا أن هذا المجموع موجود حقا، فإننا نصل إلى تناقض واضح، والنتيجة إذن هي أن هذا المجموع لا يمكن أن يوجد. في الرياضيات عندما يكون لدينا مجموع لا منتهي من الأعداد فهناك ثلاث حالات: إما أن المجموع يساوي ما لا نهاية، إما أن المجموع يساوي عدداً محدداً، أو أن المجموع لا وجود له من الأساس. تذكر جيداً، ليس كل ما يمكن كتابته موجوداً ولا كل ما يمكن تخيله حقيقياً. لكي يصلك جديد الألغاز المجنونة، لا تنسى الاشتراك في القناة. إلى اللقاء.